انطلقت أعمال مؤتمر الشباب العرب الدولي 34 الذي يعقده المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسين بحضور مشاركين من 12 دولة عربية وفعاليات شبابية من مختلف محافظات المملكة. بمشاركة محلية وعربية واسعة افتتحت أولى جلسات مؤتمر الشباب العربي الدولي، حيث نوقشت فيها محاور عدة كان أبرزها أهمية دور الشباب في التنمية. موضوع التعليم النوعي وأيضا حول البرامج اللي من شأنها أنها تعزز ثقة الشباب بأنفسهم ودورهم الفعال في تنمية مجتمعاتهم. من جهتهم أفاد الحضور إلى أن مثل هذه المؤتمرات لفئات الشباب هي بغاية الأهمية لما لها من دور فعال في تأسيس مجتمع عربي جديد. مثل هذه اللقاءات خاصة لفئة الشباب العمرية يعني من 13 ل 17 سنة لقاءات في غاية الأهمية من أجل الحديث عن موضوع التعددية وضرورة احترام التعددية بكل أوجهها في العالم العربي، سياسيا ثقافيا دينيا وجندريا. ويعني هذا اللقاء يأتي في هذا السياق الحديث عن التأسيس لمجتمع عربي جديد تحترم فيه كافة الآراء. المشاركون بدورهم أكدوا أنهم سيضيفون إلى جعبتهم المزيد من المعلومات القيمة من خلال الجلسات الحوارية والورشات الثقافية خلال فترة المؤتمر. أنا فرحانة برشا لأن جيت للأردن، بطبيعة باش نكون استفدت منه المؤتمر، خاطر باش نعرف برشا عباد وباش نتعرف على برشا عباد وباش نعمل برشا أفكار جديدة، إن شاء الله يستفيدوا منها القليل والكثير يا ربي. شعار المؤتمر كل خطوة تصنع فرد، فأنا من هالشعار بديت أتطور وبديت أحاول أطور نفسي في عدة مجالات. قصص نجاح المشاركين في بلادهم للمشاريع التطوعية عرضت وسيتم عرضها خلال المؤتمر لتكون مثالا يحتذى به في عملية التنمية. محمد القاضي، التلفزيون الأردني.